من كل قلوبنا نشكر ربنا على وجود قدس أبونا المحروق، قدس أبونا كراس، ملاك كنيسة الملاك الدير بحري بحري القبة. نشكر محبته وأبوته ومشاركته لهذه الكنيسة الحلوة. ربنا يديم كهنوتك يا أبانا سنين كثيرة وأزمنة سلامية هادئة مدية، وتعيش وتعلمنا وتصلي من أجلنا. كل سنة وانتم طيبين. أشكر أبائي على كل محبتهم ودعوتهم لينا هذه السنة أيضا، علشان أكون موجود في وسطيكم أقدم ليكم التهنئة بمناسبة شفيعة كنيستنا وشفيعتنا كلنا أم النور العذراء مريم. الحقيقة اتمتعنا بالكورال الجميل، واتمتعنا بهذه الترانيم البيزنطية. يعني انتوا اوجدتونا النهاردة علشان ناخد بركة بنعمة ربنا. موضوع النهاردة يخص كل نفس فينا، وبالذات في هذه الايام. الانسان المسيحي المفروض ان هو يكون صورة المسيح على الارض، وبما انه صورة المسيح على الارض اذا يحمل في داخله سمات المسيح ورائحة المسيح الزكية. الانسان المسيحي يختلف عن اهل العالم تماما. فالانسان المسيحي إنسان روحاني، وأما إنسان هذا العالم وأولاد هذا الدهر هم جسديين يحيون بحسب الجسد. عشان كده الكتاب المقدس في يوحنا 3 قال المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. احنا كأولاد الله لازم نكون حتى ولو لينا هذه الصورة الجسدية، انما نكون عايشين بالروح مش عايشين بحسب الجسد. الذين هم في المسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. اذا احنا كأولاد لربنا وبندعوه نقول له أبانا الذي في السماوات، المفروض يكون في فرق بيننا وبين أهل هذا العالم. وعلشان يكون في فرق لابد ان احنا نحيا بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. عشان كده المفروض علشان الإنسان يحيا بالروح ان الروح عنده تنمو والجسد بالنسبة له يضعف. يعني قيمة الجسد بالنسبة له تضعف، ما اقصدش ان الضعف انه يمرض، لكن اقصد ان هو يضعف بالنسبة للروح. يعني الروح تحمل الجسد وتقوده في طريق ربنا. هناخد آية قالها معلمنا بولس الرسول ونشوف ازاي نقدر نحيا بالروح قدام هذا العالم ونشهد للمسيح في كل هذه في كل العالم، نشهد قدام العالم بصورة المسيح الزكية الموجودة فينا. خلي بالكم ان المسيح مش بس مجرد معرفة، احنا ما بنعرفوش معرفة كده غنوصية، لكن احنا بنحياه على الارض زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لأحيا لا انا بل المسيح يحيا في. وعشان اكون شايل صورة المسيح جوايا زي ما القديس اغناطيوس الانطاقي لما جم يموتوه ورموه للاسود وابتدت الاسود تاكل عظمه ولحمه مرة واحدة، سابوا عضلة القلب.
لكن بالرغم ان عضلة القلب المفروض انها هي المحببة للحيوانات المفترسة لانها مليانة بالايه؟ بالدم، والحيوانات تحب الدم اكتر. لما جم يفتحوا هذا القلب ويعرفوا ايه السبب ليه الحيوانات او الاسود ما ابتلعتوش وكلته، لقيوا موجود كلمة يسوع بالنور في داخل هذا القلب، عشان كده يسموه حامل الإله. واحنا المفروض كأولاد لربنا نحمل الله في داخلنا بهذه الصورة. كل اللي يشوفنا يعرف ان احنا مسيحيين، يلاقي ملامح وشنا وتصرفاتنا وتعاملاتنا مع الآخرين تثبت كده، فيروا الله الذي فينا ويمجدوا أبانا الذي في السماوات. الآية اللي عايزين ناخد بالنا منها النهاردة عشان توصلنا ان احنا نكون ناس روحيين عايشين على الأرض، بتقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. نقولها تاني وتحفظوها معايا، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. يعني ايه كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء؟ انتوا طبعا عارفين ان الجهاد اللي احنا هنكافئ عليه مش المفروض هيكون اي جهاد، لان في جهاد قانوني وفي جهاد مش قانوني. الجهاد القانوني فقط هو اللي هننال عليه هذا الاكليل، علشان كده يقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، ويسبقها يقول لا نكلل ان كنا لا نجاهد قانونيا. يعني في جهاد قانوني لم تجاهدوا بعد حتى الدم، هو ده الجهاد القانوني. طب وهنجاهد حتى الدم ضد ايه؟ ضد الخطية، ضد اعوان ابليس، ضد ابليس نفسه، ضد العالم كله، لو امكن نقف ضده علشان خاطر يبقى بنقتني المسيح جوانا. الحقيقة عجبني ايضا في الكتاب المقدس في سفر يشوع ابن سراخ آية توضح معنى ضبط النفس او الجهاد او كل من يضبط نفسه دي بالذات. يقول الفرس الذي لم يروض يصير جموحا. يعني الفرس اللي ما بندربوش ما نقدرش نركبه. جموح يعني يشطح لوحده كده في اي حتة، يرفس يخبط، لكن ما يبقاش هين ومبقاش لين ومبقاش طاعة للي بيسوسه. واخدين بالكم؟ لكن بيشبه الانسان بنفس التشبيه ويقول الابن الذي لم يضبط يصير سفيها. كمان الانسان اللي ما يتحكمش في نفسه ما يقدرش يسيطر على تصرفاته ولا على مشاعره ولا على نظراته ولا على حواسه ولا على اي حاجة، يصير سفيها يعني تافها بلا قيمة امام الله. احنا كأولاد ربنا وعايزين نحيا بالروح لا بالجسد، المفروض ان الانسان يضبط نفسه في كل شيء. من الصفات الاساسية للانسان الروحاني اللي تميزه عن اهل العالم ان هو يكون يقدر يتحكم في نفسه ويضبط نفسه. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول لنا ايه؟ يقول لنا اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما كرست الاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضة. ودي يمكن فكرة الرهبانة المسيحية وفكرة المتنسكين كلهم، مش بس الرهبان، ان هم يضبطوا نفسهم في كل حاجة، يعني يتحكموا في رغبات الجسد وما يدوش الجسد الرغبات ولا الشهوات بتاعته علشان يصيروا روحانيين ساكنين على الارض. ما هو الانسان الذي يحيا بالروح هنا على الارض سهل بالنسبة له يعيش في السماء، لان السماء بتحمل الروحيين.
لكن الإنسان اللي بيحيا بالجسد على الأرض لما يجي يطلع السماء جسده هيشد روحه ويتقلها، وبالتالي ياخد جزاؤه هنا على الأرض وما يقدرش يدخل السماء. ما سمعناش ان حد دخل السماء بجسده لأن الجسد ضعيف وميال للخطية. الوحيد اللي دخل بجسده إلى السماء هو السيد المسيح وأمه الست العذراء، زي ما انتوا هنعيد بعد يومين كده هو بعيد إصعاد أو إعلان صعود جسد السيدة العذراء. ليه؟ لأنها تغلبت على شهوات هذا العالم فاستحقت إن ربنا يسحب جسدها للسماء علشان ما ينفعش يعيش هذا الجسد الطاهر في هذه الأرض النجسة والدنس. علشان كده الإنسان الروحاني لا يترك نفسه يخضع لشهوات ورغبات هذا الجسد، بل يخضع لقيادة الروح. احنا شفنا الكورال من شوية، وشفنا في قائد للكورال بيسموه المايسترو، يبقى واقف قدامه الكورال يقود هذا الكورال علشان تطلع الأصوات منسجمة والنغمة مظبوطة. هكذا أيضا الإنسان الروحاني لما يسيب نفسه لقيادة الروح الروح تنظم كل حاجة في حياته، مش الجسد يتحكم فيها، وبالتالي يرفع كل الجسد معاه ويسمو إلى السماء. آية جميلة برضو وردت في سفر الأمثال، احنا عارفينها كلنا، إن مالك روحه خير من يملك مدينة. اللي يتحكم في نفسه أحسن من اللي يتحكم في مدينة. وعلشان أتحكم في نفسي لابد إن أنا أسيطر عليها وأخضعها وروضها زي الفرس ده، حتى لا يصير جسدي جموحا على روحي. سيد المسيح أعطانا قاعدة مهمة جدا وقال لنا كل من يحب نفسه يبغضها. يعني اللي بيدلع نفسه على الأرض ويدي جسده كل احتياجاته ويدي الجسد كل الرغبات والشهوات بتاعته، ده إنسان ضعيف في النهاية هيكتشف إن هو بيبغض روحه. لما يدخل جهنم هيعرف إن هو بيبغض هذه الروح. لكن من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. في حد بيبغض نفسه؟ لا، كلنا بنحب نفسنا، لكن المقصود بيها ان احنا نبغض رغبات هذا الجسد. مش كل ما يطلب حاجة نديها له. زي ما يكون انسان مثلا مدعو في حفلة، يجي حد كده من زمايله يعزم عليه بسجارة يقبلها، يعزم عليه بحتة حشيش يقبلها، يعزم عليه بكاس خمرة يقبلها، يبقى بيطاوع رغبات هذا الجسد ويقول لك اهي مرة وتعدي، او افرح دلوقتي وبعدين ابقى توب بعدين. ده الانسان اللي زي كده مش قادر يتحكم في نفسه، وبالتالي ده بيدلع نفسه وفي النهاية يكتشف ان هو ابغض نفسه قدام ربنا. لكن الانسان اللي بيضبط رغباته ويرفض كل ما يعرض عليه من قبل ابليس هو الانسان الطبيعي اللي عايز يحيا بالروح ويحاول ان هو ينقذ ذاته بالحزم والشدة معاها، واحيانا بالقسوة على نفسه علشان يدرب نفسه يكون انسان روحاني. اعرف انسان صديق ليا كان يقول قدامي حاجة غريبة جدا. يقول انا لما بعمل حاجة كويسة بكافئ نفسي، ولما بعمل حاجة وحشة بعاقب نفسي. ده إنسان روحاني. أقول له طيب أنت بتكافئ نفسك إزاي؟ يقول لي مثلا لما أعمل حاجة كويسة ترضي ربنا أروح مكافئ نفسي إن أنا عزم نفسي مثلا في حتة أقعد فيها، في مكان كويس أتسلى فيه،
في مصيف حلو اروحه يريح نفسه علشان ادت ربنا حقه. ولما يغلط قدام ربنا يعاقب نفسه بحرمانه من هذه الحاجات المفروض بترفع عن ذاته. مبدأ روحي جدا ان الانسان يعاقب نفسه على الاخطاء اللي هو بيخطيها. مين مننا بيقعد كل يوم كده بالليل يحاسب نفسه ويقول انا غلطت في حق ربنا في الحاجة الفلانية، انا هحرم نفسي مثلا من العشاء، او هحرم نفسي من ان انا اتفرج على الحاجة اللي انا بحبها، او هحرم نفسي ان انا اتكلم مع الاشخاص اللي هم بيحبوني، انا هاخد خلوة واحبس نفسي في الأوضة علشان اعاقب نفسي. الانسان اللي بيعمل كده ده انسان روحاني، وتلاقوا دي منتشرة جدا بين الرهبان ان هم يعاقبوا نفسهم او يسمعوا لطاعة اب الاعتراف، وخصوصا بالتدريبات القوية. اول حاجة تقود الروح انها تتولى القيادة ضبط الحواس، لان انتوا عارفين ان الحواس مدخل قوي للقلب وللفكر ايضا. لو الانسان سايب حواسه طرعة زي ما هي عايزة هيبتدي يكتشف ان هو بيضيع نفسه على الفاضي. الحواس ايه هما؟ كم حاسة عندنا؟ 5: نظر والسمع والشم والتذوق واللمس. ادي الخمس حواس. ويمكن انتوا عارفين المثل الذي اعطاه السيد المسيح، مثل العذار الحكيمات كانوا ايه؟ 5، والعذار الجاهلات كانوا ايه؟ 5. عايز يقول لنا ان العذارى الحكيمات استغلوا الحواس بحكمة، والعذارى الجاهلات سابوا حواسهم طرعة زي ما هي عايزة. وخلي بالكم ان الخمسة الحكيمات دخلوا مع المسيح للعرس، والخمسة الجاهلات وقفوا خارج الباب ما قدروش يدخلوا. يعني اللي استخدم حواسه في هذا العالم وهو ضبطها تماما يقدر يدخل الملكوت مطمن، واللي يسيب حواسه على هواها يبقى ضامن ان هو داخل فين؟ في جهنم. عشان كده لابد ان الانسان يدرب حواسه تدريب مظبوط انها ما تختارش اي حاجة تتعرض عليها، يبقى لها المرونة القوية في اختيار المواضيع بتاعتها. يعني يشوف في خطر تبعد عنه، يشوف ان الحاجة دي تنفع يقرب منها، بيسموها المرونة القوية. علشان كده نلاقي في الكتاب المقدس امثلة كتيرة لمن استغلوا الحواس بتاعتهم صح، وامثلة كتيرة لمن استغلوا الحواس بتاعتهم غلط. مثلا حاسة زي حاسة النظر، انا هدي امثلة من الحواس فقط. حاسة النظر تلاقي في الكتاب المقدس في نموذجين، نموذج استغل حاسة النظر صح ونموذج استغلها غلط. نلاقي ايوب الصديق يقول في الاصحاح 31 الآية 1 من سفر ايوب: عهدا قطعت لعيني كيف اتطلع لعذراء. يعني عاهد عينه انها ما تتطلعش نظرة غلط، وده اللي قاله لنا السيد المسيح: ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وان كانت شريرة فجسدك كله يكون مظلما. يعني عايزنا نستغل حاسة النظر مظبوط، ولما نلاقي ان النظر هيودينا في جهة الخطية المفروض ان احنا نحوله. قال كده: ان كانت عينك تعثرك فاقلعها والقيها عنك. اللي عمل كده القديس سمعان الخراز نائل جبل المقطم، لما بص بصة شريرة
راح خالع عينه علشان يضبط حواسه انها تمشي مظبوط. نلاقي داود النبي استغل حاسة النظر غلط، طلع فوق السطوح بص كده على جيرانه، ابتدى يتطلع شاف بسشبع امرأة أوريا الحسي وهي بتستحمى اشتهاها، فراح غدر بجوزها وخدها ليه، وبعدين دبر مكيدة ان هو يتخلص من أوريا الحسي بانه حطه في مقدمة الجيش علشان يموتوه الاعداء، وده اللي حصل فعلا. كانت حاسة النظر سبب خطية لداود، خطية شهوة وزنا وخطية غدر وقتل لأوريا الحسي. طبعا نلاقي يوسف الصديق استغل هذه الحاسة مظبوط، لما امرأة فوطيفار حاولت تغريب جسدها رغم ان ما كانش نزل الناموس ولا الوصية، لكن ابتدى يبعد عنها وترك الثوب في ايديها وساب لها المكان كله وجري. قداسة البابا حاطت حاسة الأذن أو السمع وحاسة النظر في القصيدة بتاعته بتاعت همسة حب، ويقول هي ذي العين وقد أغمضتها عن رؤى الأشياء يعلي أن أراك، وكذاك الأذن قد أخليتها من حديث الناس علي أسمعك أو حتى أسمعك. يعني عايز يقول لنا أن ضبط الحواس مهم جدا، بالذات كمان الودان. الودن دي عاملة زي الطبق بتاع الدش كده اللي بيتحط فوق السطوح علشان يلقط كل الموجات اللي دايرة في الجو، وعن طريق جهاز الريسيفر أو الاستقبال نبتدي ينقل للتلفزيون كل حاجة سواء حلوة أو وحشة. في قنوات كويسة زي السي تي في وأغابي، وفي قنوات وحشة زي الحاجات الوحشة اللي احنا منحبش نتفرج عليها. لو الإنسان ساب ودانه زي الدش كده تسمع كل اللي يتعرض عليها من غير ما يوقف حاجات معينة، ممكن الودن دي تقود الإنسان للخطية. ولو الإنسان حط ضوابط لحاسة السمع عنده وابتدى ينظم اللي يدخل هنا بطريقة مقدسة، يقدر يحفظ قلبه لأن منه مخارج الحياة. طبعا يقول كده سفر أمثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. لو أنا مش قادر أحافظ على حواسي، قلبي مش هقدر أحفظه من الخطية، وبالتالي ينقل كل الخطية للجسد، لأن القلب هو المضخة اللي بتشغل هذا الجسد كله. يقول كده سفر الأمثال: ويقول لي ليضبط قلبك كلامي احفظ وصاياي فتحيا. الكلام بتاع ربنا أو الوصية بتاعت ربنا هسمعها عن طريق الودن، هقراها عن طريق العين، هدخلها عن طريق الفكر لداخل قلبي، فتنظف الجسد كله وتنقل لهذا الجسد القداسة ويبقى عايش بالروح. أول حاجة المفروض أقفل الببان بتاعة هذا الجسد مظبوط. أنتوا فاكرين طبعا مريض بيت حاسدة. بيت حاسدة ده كان مفلوج بقاله قد إيه؟ 38 سنة. وكلمة بيت حاسدة بركة كان ليها كام رواق؟ 5 أروقة، برضو بتدل على الحواس الخمسة. عايز يقول لنا ان الناس التعبانة اللي مرميين على البركة دول ناس تعبانين من الحواس بتاعتهم، ممكن استغلوا حواسهم غلط فكانت الخطية ظاهرة في حياتهم، ونتيجة الخطية جالهم امراض جسدية. عشان كده السيد المسيح لما شفى هذا المفلوج قال له ايه؟ اذهب ولا تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. اكيد كان بيستغل حواسه في الغلط.
نتنقل لحاجة تانية الإنسان المفروض يضبطها علشان يصبح إنسان روحاني ويقود جسده بقوة، الفكر. الفكر دون زي المنظم بتاع الأنبوبة بتاعت البوتاجاز. لو أنا ما عنديش منظم الغاز ممكن يتسرب ويعمل حاجات وحشة، واخدين بالكم؟ لكن لو أنا بنظم دخول الغاز للجهاز بتاع البوتاجاز دون أو لجهاز السخان، تلاقي كل شيء محسوب وكل شيء يمشي بدقة. الفكر أيضا عايز منظم يضبطه، مش كل حاجة تعرض على دماغي أبتدي أرددها جوايا أو أفكر فيها جوايا أو أسيطر بيها على أفكاري المقدسة اللي موجودة فيا. طبعا الإنسان الروحاني مش بس بيضبط أفكاره أو يمنعها من إنها ما تفكرش في أفكار شريرة، لكن مطلوب منه إن هو يقود أفكاره إنها تفكر في الحاجات المقدسة والحاجات الروحانية. إذا جه الشيطان يعرض عليه حاجة يقول له لا، أنت مش كل حاجة هتعرضها علي أنا هقبلها، أنت عليك تعرض وأنا علي أرفض أو علي أقبل، لكن أنا فكري مشغول بحاجات مقدسة، مش ممكن إن أفكاري تحيد ناحيتك. الإنسان الروحاني ما يقبلش بسهولة إن أفكاره تشت منه في أي حاجة عالمية، كل تركيزه في الإكليل بتاعه اللي ممكن يضيع منه، في ملكوت السماء والميراث الأبدي اللي ربنا عدهوله، علشان كده يبقى دماغه كلها مفكرة في أفكار المسيح. ربنا علشان يخلينا فكرنا مضبوط تمام، أحيانا كتيرة بيكشف لنا حيل الشيطان ويقول لنا الفكرة دي فكرة مش مقدسة. أحيانا تبدو الفكرة فكرة كويسة، زي مثلا هديكم مثال، شاب أو شابة لما بيجوا يقربوا من سن الزواج يبتدوا يفكروا في الزواج، لغاية كده مفيش حاجة وحشة، لكن ممكن الشيطان يستغل الفكرة في إن هم بدل ما يفكروا في الزواج يفكروا في المعاشرات اللي بتحصل في الزواج، يبقى بالتالي بيقود فكرة مقدسة ينهيها بفكرة رديئة. عشان كده المفروض الإنسان يكون واعي لأفكاره. صحيح احنا لا نجهل أفكار الشيطان وربنا بيكشفها لنا، وعشان كده المفروض نقاوم بكل قوة ونقول له كل فكر لا يرضي صلاح الله فليبعد عنا. الحقيقة معلمنا بولس الرسول ادانا طرق ان احنا ننجو بالفكر من اي فكر طايش او اي فكر رديء يعرض علينا. اول آية قالها لنا، قال لنا اما نحن فلنا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. يعني دماغي المخ اللي فيها او العقل اللي مديهوني ربنا المفروض يبقى حاطط جواه أفكار المسيح. أفكار المسيح فيها الطهارة، فيها النقاوة، فيها التواضع، فيها المحبة، فيها الخدمة، فيها حاجات كتيرة من مقدسة. المفروض أنا كمان دماغي تبقى مشغولة زي دماغ المسيح بهذه الأمور المقدسة. ويقول لنا مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يعني إيه مستأثرين كل فكر؟ يعني واخدين الفكر بنقصره، نقصره يعني نحبسه علشان نطاوع المسيح. طبعا انتوا عارفين في الحرب لما بيقبضوا على حد من الاعداء بياخدوه ايه؟ اسير. الاسير ده بيدلعوه ويدوله اللي هو عايزه، ولا بيربطوه ويطفحوه الكوتة زي ما بيقولوا، يفضلوا يضربوا فيه ويعيشوه عريان ويحطوه في اوضة ضلمة ويجوعوه ويذلوه بمعنى اصح. اهو مطلوب مننا علشان نكون ضبطين الفكر بتاعنا نزل الفكر اللي بيتعرض علينا. لما يجي فكر مش تابع المسيح
نربطه ونأيده ونقول له أنت محبوس لغاية ما تطوع المسيح، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. عشان كده الجزء الثاني مهم جدا، بعد ما نضبط حواسنا نضبط أفكارنا، وبعد ما نضبط أفكارنا نضبط أشر حاجة فينا اللي هي إيه؟ اللسان. اللسان أصعب شيء في الإنسان، عن طريقه ممكن ندخل الملكوت وعن طريقه ممكن ندخل جهنم، وده الكلام اللي قاله لنا السيد المسيح، إن كل كلمة بطالة يتكلم بيها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدينونة. ونتيجة كده برضه يقول لنا السيد المسيح إن بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، يعني لسانك زي ما بيقول المثل حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. عن طريق لسانك دون تقدر تسبح ربنا وتباركه وتشكره وتصليله، وعن طريق اللسان تقدر إيه؟ تدخل الملكوت. وعن طريق اللسان أيضا تقدر تكذب وتنم وتشتم وتحلف وتزم وتغتاب والدين، وعن طريق الخطايا دي هتدخل فين؟ في جهنم. عشان كده مطلوب مننا مش بس نضبط اللسان، ده احنا نحاسبه تمام. يقول لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم بل كل ما هو صالح للبنيان. يعني لو الحاجة ما تبنيش ما ينفعش ان احنا ايه؟ نرددها على لساننا. لو الحاجة تبني الآخرين وتدخل إلى مسامع الآخرين وتأتي بثمر نبقى نرددها جوانا. شوفوا كده الست العذراء لما راحت تقابل أليصابات، اتكلموا في أي كلام عالمي ولا اتكلموا في إيه بالظبط؟ واحدة تقول لها من أين لي أن تأتي أم ربي إلي، والتانية تقول لها وذا أنا أمة الرب، ويردوا يرابعوا بعضيهم وينتجوا تسبحة أو ينسجوا تسبحة جميلة جدا جدا ترفع الروح من كتر ما هم ايه مش بيفكروا في الجسديات. عن طريق اللسان زي ما قال معلمنا يعقوب الرسول، هذا العضو الصغير يقدر يقود الجسد للهلاك او يقوده للنجاة، وشبهه بالدفة بتاعت السفينة. قال سفينة كبيرة زي الكنيسة دي كلها كده تقدر دفة ما تطلعش نص متر تتحكم فيها، تحودها يمين او تحودها شمال، توديها ناحية الدوامات او الصخور وتخبطها تغرقها، او توديها ناحية بر الامان وتوصلها لشاطئ النجاة. عشان كده اللسان دون صعب جدا ان الانسان يذلله. يقول ايه؟ اما اللسان فلا يستطيع احد من الناس ان يذلله، هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. مطلوب مننا ان هذا اللسان زي ما قال معلمنا يعقوب الرسول ان احنا نلجمه زي الفرس اللي انا قلت عليه من شوية، يتلجم ويتحرك بحساب. ما نسيبش لساننا يفضل يرد عمال على بطال يتكلم يملى الهوى كلام. المفروض كل كلمة بتخرج من هذا اللسان تخرج بميزان وبالقطارة. لما يطلب مني الكلام اتكلم، مش عمال اتكلم عمال على بطال ورغي يدوش الناس ويملى ودانهم كلام وحش على الفاضي. المفروض ان هذا اللسان هتحاسب عليه. اعمل ايه عشان اضبطه؟ يقول لك صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش. واحنا بالليل بنصلي المزامير بتاعت النوم نقول له ايه؟ ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. خليني اقدر اسيطر على هذا اللسان، علشان لو ما ضبطتوش هنا على الارض اللسان ده هيحول هذا الجسد للطبيعة الفاسدة ويقوده كله للفساد. حاجة كمان المفروض ان انا اضبطها علشان ابقى اكون انسان روحاني. ضبطنا الحواس وضبطنا الفكر وضبطنا اللسان، مطلوب مني ان انا
أضبط العواطف والانفعالات والمشاعر. أحيانا كثيرة عواطفنا، أنا آسف في الكلمة، تودينا في داهية وتودي اللي تبعين لينا برضو في داهية. هنشوف كده مثلا إيه، أم أو أب بيدلع ولاده، عاطفة الأبوة أو عاطفة الأمومة مخلياهم يدلعوا ولادهم، ينتج إيه بعد كده؟ أولاد فاشلين، ما نقدرش نسيطر عليهم فيما بعد، ويجي ربنا يحاسبنا على وزنة الأولاد نقول له خسرنا فيها يا رب، يقول لك ادخل إلى جهنم، ما أنت خسرت في الوزنة بتاعتك. أحيانا كتيرة عاطفة بين شاب وشابة مخطوبين تقودهم للانحراف الجسدي، ويبقى ما قدروش يضبطوا عواطفهم صح، رغم ان الحب شيء مقدس لان الله محبة، لكن هم ما سيطروش على الحب وخلوه حب روحاني، هم سابوا نفسهم لمشاعر جسدية وانفعالات جسدية، وكانت النتيجة ان هم يلبوا رغبات الجسد وشهواته ويصبحوا في نجاسة. عارفين الكتاب المقدس ادانا هذا المثل ايضا في القصة بتاعت أمنون وثمار، أخ بيحب أخته، تحولت المحبة عنده لشهوة جسدية فأذلها وأوقعها في الخطية، وبعد كده كرهها زي ما بيقول الكتاب، أبغضها بغضة أشد من المحبة التي أحبها لها أولا. أحيانا كثيرة الإنسان يسيب مشاعره ترعى زي ما هي عايزة، أو عواطفه تسير زي ما هي عايزة، وفي الآخر يبتدي يكتشف إن هو مش قادر يسيطر على نفسه. من ضمن المشاعر مشاعر الكبرياء مثلا اللي موجودة داخل الإنسان، أو موجودة بيعرضها علينا الشيطان مش موجودة جوانا، المفروض لما تتعرض علينا الإنسان يرفضها بكل قوة، زي الكتاب المقدس ما بيقول لنا ان لا ينبغي للانسان ان يرتقي فوق ما يرتقي. معلمنا بولس الرسول نفسه يقول لئلا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد، يعني علشان اسيطر على مشاعري منها تكون مشاعر متكبره، المفروض ان انا اضغط على جسدي ان هو ما يحتملش هذا المديح اللي يوديني في دهية. ناخد بالنا من الآية اللي بتقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، يعني الواحد ما يسيبش نفسه يتذهب نفسه ولا يتغرب نفسه. واحد يكون مثلا جسده جسد رياضي يقف يعمل نفسه ان هو هرقل ولا شمشون الجبار ولا حد من كده، يتغرب نفسه ويقع في الكبرياء، ويجي وشاب زي داود كده لما وقف قدام جوليات اللي كان طوله 6 أذرع يكسر كبرياءه تمام. على فكرة مشاعر الكبرياء الشيطان بيحاول يحطها في طريقنا، لأن عارف ان دي بتغضب ربنا جدا. كل من يرفع نفسه يتضع، وكل من يضع نفسه يرتفع. أيضا من ضمن الانفعالات اللي الواحد المفروض يتحكم فيها العصبية والغضب والنرفزة، اللي احنا كتير ما بنروح لابونا نعترف نقول له يا ابونا ده انا بتعصب جامد، واصلي امور الحياة، واصلي الولاد بينرفزوني وبيحصل كذا فبشتم. طبعا غضب الانسان لا يصنع بر الله، والمعروف ان الانسان اللي ما يقدرش يتحكم في غضبه ده انسان ايه؟ جاهل. الكتاب المقدس قال آية حلوة خالص، قال ان الانسان بطيء الغضب كثير الفهم، في سفر الامثال وردت، بطيء الغضب كثير الفهم وقصير الروح معلي الحمق. بطيء الغضب يعني اللي بيحاول يمسك غضبه شوية ده انسان حكيم جدا، وقصير الروح اللي هو روحه في مناخيره اللي اول ما تيجي جنبه ناحيته كده يقوم شايط فيك وزعق فيك وفزعك، ده إنسان معلي الحمق، يعني واصل لدرجة كبيرة من الجهالة، وعن طريق كده الإنسان
يبقى بيحط روحه في ميزان الغضب قدام ربنا، يعني بمعنى أصح بيحرق نفسه بنفسه. عشان كده يقول الغضب يستقر في حضن الجاهل، الغضب يستقر في حضن الجاهل، يعني هيرجع لك مرة تانية ويعكس عليك غضب الله، لأن الغضب بتاعنا بيأتي علينا بغضب ربنا. شوفوا الكتاب المقدس برضو ادى مثالين لإنسان حليم زي موسى، بطيء الغضب جدا ويتكلم مع الناس بحنو، حتى لما ثقل عليه الحمل ابتدى يناقش ربنا ازاي يحل المشكلة. ونلاقي انسان تاني زي شاول كان غضوب جدا، يبقى قاعد في وسط مجلس داعي جوز بنته داود وقاعدين ياكلوا في امان الله. كذا مرة نقرا في الكتاب المقدس ان هو يمسك الرمح ويحاول يصوبه ناحية داود، يحاول يموته. داود بقى يقابله بعكس هذا الغضب ايضا، مرتين يقع شاول في ايد داود، لكن داود يحبس غضبه في داخله ويقول كيف امد يدي الى مسيح الرب. مرة في عين جدي في الكهف لما كان دخل شاول يقضي حاجته وداود قص الجبة بتاعته وخرج بره الكهف كده في النور، وراله الجبة وقال له انت كنت موجود في ايدي، كان ممكن اموتك وانت في الضلمة، لكن انا محبتش امد ايدي لمسيح الرب. والمرة التانية لما كان نايم وجنبي أبنير رئيس الجيش وجنبي كوز المية والرمح حطه في الأرض، وقام داود خد الرمح وكوز المية وطلع فوق الجبل نداله يا شاول يا أبتي شاول، وابتدى شاول يقول له أنت أبر مني يا ابني وأرجوك تسامحني على كده. برضو نلاقي أن داود نفسه في يوم من الأيام فكر بغضب، وكان هيقع في هذا الغضب لولا لحقته أبي جايل. لما نبال الكرملي عمل معاه فصل مرضيش يديله من المكافأة بتاعت جز الصوف، وراح قال أنا هبيد نبال الكرملي هو وكل عيلته ولغاية الصبح مش هيكون في واحد منهم باقي، وراح بغضب واخد 200 واحد وتسلحوا ورايحين يموتوا نبال الكرملي، ولحقته أبيجايل في الطريق وسجدت قدامه وقالت له ازاي ان مسيح الرب يحمل الانتقام في داخله، المفروض ان هو يبقى ايدين ضيفة من سفك الدماء. ولحقته الحمد لله طبعا علشان تحافظ عليه انسان غير غضوب. نلاقي شاول من كتر غضبه يشتم، وجابوا الشتيمة في الكتاب المقدس لما شتم يوناثان في مرة وقال له يا ابن المتعوجة المتمردة، أما علمت أنك اخترت ابن يسى لخزيك؟ يعني عايز يقول له أن أنت اخترت داود أن هو يملك مكانك وهتسيب الملك يضيع منك. من ضمن الحاجات اللي نضبط فيها أنفسنا وإحنا في الصيام بالذات ضبط الايه؟ شهوة البطن. البطن الحقيقة احيانا بتجلب علينا متاعب كتيرة، وطبعا الكنيسة المقدسة بتاعتنا الارثوذكسية حطت لنا الاصوام، جايز في كنايس الاخرى الاصوام عندهم قليلة جدا عندنا، او جايز ما عندهمش اصوام خالص، لكن الكنيسة الارثوذكسية قصدت بان احنا نضبط شهوة البطن، ان الانسان يسيطر على نفسه وعلشان يتحكم ايضا في شهواته. لما الانسان بيسيب نفسه ياكل اللي هو عايزه ويشرب اللي هو عايزه، شهوة الجسد بتهيج عليه بزيادة. علشان كده بعض الناس ممكن يضبطوا اجسادهم عن طريق الرجيم او تخفيف الوزن او معالجة الكوليسترول او ضبط الاكل علشان عندهم سكر، لكن الحقيقة احنا بنقصد بضبط البطن هنا بالارادة الكاملة ان الانسان يتحكم في شهوات بطنه. طبعا تلاقوا من ضمن الامثلة الحلوة اللي وردت في سير القديسين وفي تاريخ الكنيسة، القديس الانبا ابراهام لما
اشتهى كده في مرة بعد ما فطر من الأصوام الكتيرة اللي عنده ان هو ياكل حمام، وقال للايه الخادم بتاعه اعمل لي فردة حمام اتغدى بيها. وبعدين فجأة جاب الخادم الحمامة سخنة كده حطها له قدامه وقال له سيبها دلوقتي، كمان شوية جابها له قال له سيبها دلوقتي، تاني يوم جابها له قال له سيبها دلوقتي، تالت يوم جابها له قال له سيبها دلوقتي، لغاية اما الحمامة عفنت في الاخر جابها له حطها كده قدامه وقال لها كل يا نفسي ما اشتهيتي. في امور اخرى لابد ان الانسان يضبط نفسه من جهتها، زي الراحة الجسدية. انسان بيحب النوم كتير او بيحب يريح جسده، المفروض يبقى عارف ان راحة الجسد هتجلب عليه شهوات، وعارف انها تجيب ليه الكسل عن في الامور الروحية، لا هيقدر يقف يصلي ولا هيقدر يضرب مطنيات ولا هيقدر يصوم صوم مقدس ولا هيقدر يروح الكنيسة ويريح جسده، يقول معلش تعبان النهاردة لما ادي نفسي النهاردة راحة، تاني يوم يجي عليه معلش اصل الوقت راح مني فاريح جسدي، وتبقى في حياته حياة الكسل ويحس ان جسده دايما مهمد مش قادر يعمل حاجة. شوفوا البابا رغم سنه الكبير الا ان هو انسان نشيط جدا وما يديش جسده احتياجه من الراحة، يمكن بالكتير ينام 3 ساعات في اليوم، ويقولوا ما ينامش غير لما يقرأ كتاب يخلصه يوميا. يعني معنى كده ان هو بالرغم المشاغل اللي عنده والمسؤوليات اللي عنده تلاقيه بيجهد جسده علشان ما ياخدش الراحة بتاعته. كان كده داود النبي، يعني داود النبي رغم مسؤوليات الملك ورغم مسؤوليات البنوة اللي عنده وكذا زوجة يرعاها هي وولادها، يقول 7 مرات في اليوم سبحتك على أحكام عدلك. امتى بتلاقي وقت يا داود؟ يقول أصلا أنا بستقطع من وقت النوم وأقوم أسبح ربنا في نص الليل. عشان كده في صلاة عندنا من ضمن الصلوات السبعة اسمها صلاة ايه؟ نصف الليل. يا ريت كمان ان احنا نضبط انفسنا من جهة الوقت بتاعنا ما نضيعوش في اي حاجة. في واحد يقعد قدام التلفزيون او يقعد على القهوة يضيع كل وقته قدام التلفزيون او قدام الكمبيوتر او قدام او على القهوة، ويضيع منه الوقت، ويجي ربنا في الاخر يقول له فين عشور وقتك عشان تصلي؟ يقول له ما عنديش وقت ليك يا رب. ربنا هيحاسبنا على ده كله. انت عايز تكون انسان روحاني وعايز روحك تقود جسدك، لابد ان انت تضبط نفسك، تضبط حواسك، تضبط فكرك، تضبط بطنك، تضبط مشاعرك وانفعالاتك، وتضبط ايضا كل الامور اللي ماشية في حياتك بالترتيب. ربنا قادر ان هو يعيد عليكم هذه الايام وانتم في ملء القداسة والبركة. بركة ام النور العذراء مريم تشملنا جميعا، له كل مجد وكرامة الى الابد. امين.